دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر الأطراف الليبية إلى وقف القتال والعودة لطاولة الحوار للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. جاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا. شدد الناصر في هذا الصدد على أهمية مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية داخل ليبيا.